انتهى ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحة المحيطة به بتدفق المتدرج والآمن على دفعات. كما يؤدي الحجاج المتعجلون طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام ضمن خطط الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لضمان تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة. Love.